قاتل بكل ظالم. عايزين حقهم. لما اكون مجهز لاختي كلمه اقولها في الفرح واروح اقولها لها في الكفن، الموضوع مش سهل. كلمونا وناس عايشة نروح نلاقيهم. احنا ثلاث اسر اتدفنوا مدى الحياة. حد يتكلم يقول يرضي مين الوضع ده؟ النايم العام فين؟ الحكومة فين؟ العديفة غيرك فنرجو، ليس لنا إلا كف ندعو، ولا غيرك فنرجو. يا غفور يا رحيم، قل دربك الحق ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم اكتب لنا من رحمتك، واكتب لهم من رحمتك. أنزع على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا رب العالمين. اللهم اجمعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، واسقهم من يده الشريفة شربة ماء هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا، وادخلهم الجنة بغير حساب. اللهم تقبلهم عندك من الشهداء، اللهم تقبلهم عندك من الشهداء، اللهم تقبلهم عندك من الشهداء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. مصر كلها زعلت على أسماء وروضة والشروق، بس مش الزعل بس هو المهم. أنا مصممة إن احنا نفضل وراء القضايا دي لغاية ما القوانين تتغير، لأن كل يوم هيبقى فيه روضة وأسماء وشروق. روضة وأسماء وشروق، ثلاث بنات زي الورد راح، وفي كل يوم ناس زيهم بتروح. احنا صممنا احنا نيجي نقرأ لهم الفاتحة بنفسنا. زي ما انا قلت، انا كنت برا مصر ساعة ما الحادثة حصلت، وجاية برضو اقدم خالص لعزاء الاهلي وبنفسي. ويمكن يعني الصورة مضيفة للمسؤولين قد ايه الالم وقد ايه المأساة اللي الناس دي فيها لفقدان الثلاث ملايكة دول. انا مش طالبة اي حاجة غير شوية انسانية فقط، وان الواحد يبقى ليه تمن، ودي حاجة بالنادي بيها بقالنا كتير قوي. مفيش اي كلمه تعبر اللي جوايا ليهم، يعني روضه يعني انا محتاجاها، عايزاها تبقى معايا دلوقتي. هي اللي كانت بتصحيني اروح الكليه، كان اول صوت تقريبا بسمعه قبل ما انزل الكليه. قبل ماما كانت هي اللي بتصحيني، هي اللي بتقولي احضر كل حاجه في الكليه، وهي اللي تشجعني. مفيش عياده حضرتها من غيرها، مفيش نبطشيه حضرتها من غيرها. شروق انا اللي جايبه معاها الشبكه. اخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت، ما قدرني بنسى جوايتي صلي يا هان مستغفر كتير. دي كانت اخر جمله كتبتها لي. وبعد كده نزلت هي وهم. وبعد كده انا لما كنتش في القاهره كنت هبقى معاهم. انا كنت قبلها في يوم كنت في القاهره، وهي كانت مكلماني طول اليوم، كنا متكلمين اكتر من 3 ساعات. روضة علي بتقول لي اتبستي يا رهيب، اتبستي هناك، اتبستي خليكي مبسوطة. قلت لها ماشي يا روضة هحاول. ما كانتش تعرف ان انا مش هشوفها تاني، وان انا عمري ما هبقى مبسوطة تاني من غيرهم. شروق كانت هي اللي بتقول لي كل حاجة، يعني هي كانت اقرب حد ليا. كنا بنتكلم في اليوم 5 ساعات، يعني كانت مامتها بتدخل علينا تقول لنا يعني مين تاني، يعني كفاية. اقول لها لا، يعني انا مش هعرف اكلم تاني حد غيرها كده. كنا بنقعد نتكلم كتير قوي، بنقعد نتكلم كتير. بتقعد تسمعني، كانت بتسمع اي حاجة، اي حاجة بقولها تافهة او مهمة او اي حاجة، كانت هي اللي بتسمعني. وروضة كانت اي حاجة تقعد تجيب لي ايات من القرآن وتستشهد بايات وباحاديث، وتقول لي يا رهام ربنا والله ما بيعملش حاجة لبني ادم الا لما هو بيبقى قدها، بس انا مش قد اللي بيحصل ده، مش قد ان هما يبقوش تاني معايا. اسماء كانت بتجهز، اسماء كانت بتجهز، وكانت عروسه، كانت ارق عروسه فينا، كانت احلى واحده فينا. كنا بننزل نجيب
حاجات جهزها مع بعض. مش هيحصل ده تاني، خلاص مش هيحصل تاني. كلهم وحشوني قوي، انا نفسي هم يبقوا معايا تاني دلوقتي، مش عايزه اكتر من كده. انا مش عايزه حاجه اكتر من ان هم يجوا لنا تاني ويقولوا لنا ان ده، ان هم معانا وان ده كابوس وهنصحى منه وخلاص هيبقوا معانا. لو موجوده ما كانتش هتحب ان اي حد يحصل له اللي حصل ده. وان شاء الله هي كل حاجه حلوه كانت بتعملها وبتعملها لنا احنا مخصوص، هي اللي كانت بتعمل كل حاجه، يعني احنا كنا معتمدين عليها في كل حاجه بتفرحنا، كانت روضه هي اللي بتعمل كده. مينفعش تبقى روضه هي يعني اللي نتكلم عليها دلوقتي كده، هي اللي كانت بتتكلم علينا، هي اللي كانت بتحكي عننا، هي اللي كانت اي حاجه غلط احنا ممكن نعملها هي اللي كانت بتصلحها، وهتفضل طول عمرها كده. طول ما احنا بنعمل اي حاجه هي اللي هتبقى في دماغنا، اول واحده هتيجي في دماغنا وتقول لنا ان ده غلط وما تعملوش كده. فانا متاكده دلوقتي ان هي واقفه معانا علشان اللي احنا بنعمله ده هو الصح، وانا متاكده ان روضه اول واحده المفروض هتقف معانا علشان حقها يرجع. فعلا الناس الكويسه هي اللي بتروح، يعني مش عارفه اقول ايه على الروضه اصلا. يعني لما كنا بنبقى مختلفين كلنا في حاجه كنا بندخل نقول يا جماعه في الروضه عشان تيجي هي تقول لنا في ايه، تقول لنا الصح ايه، ايه اللي هنعمله. لحد دلوقتي انا حاسه اصلا ان احنا في كابوس، يعني خلاص ان احنا دي خلاص شويه وهنفوق، على انهم اخواتنا الثلاثه هيجوا يفوقونا يقولوا خلاص كابوس او مقلب سخيف اتعمل. روضه وشروق واسماء ثلاث وردات بتاع الشله بتاعتنا، يعني ايه ثلاثة خلاص راحوا مننا. يعني شروق كانت بالظبط كانت الضحكة بتاعتنا، ما فيش حاجة اسمها ندخل الجروب ازاي شروق مش موجودة. لحد حالا احنا بندخل نتكلم مع بعض مش مصدقة لحد حالا ازاي شروق ما بتردش، يعني ايه شروق تتأخر على الرد علينا، ازاي اسماء مش هتدخل بالليل ونتكلم هي يا جماعة هنروح الكلية بكرة ولا لا، ازاي مش موجودة. انتوا بس وحشتوني بصورة غير طبيعية، انا حاسة يعني برضو ان انتوا شوية كده وهترجعوا، يعني حاسة ان انتوا مش عارفة يمكن تلعبوا معانا روضة. انا محتاسة روضة، يعني انا في حاجات لما بنيجي نسأل قرآن هيوصل ومش عارف ايه هيوصل، ولما بنيجي احنا لسه بنسأل وفي فتوات وحاجات احنا مش عارفينها. احنا لما كنا بنكتب اللوح في الكلية انت اللي كنت بتساعدي، احنا كنا واقفين لايصين، آية ما كانتش عارفة تعمل ايه لوحدها. بصراحة انا كنت بفكر كتير قوي ازاي انت بالذات هنرد لك اللي عملتيه معانا في كل الحاجات. انت اللي كنت بترسمي الصور، وانت اللي كنت بتكتبي الحاجات، وانت اللي كنت بتصوري، وكنت بتهتمي بالحاجات دي قوي. ما كنتش عارفة ازاي ان احنا ممكن نحاول ان احنا نرد لك الموضوع ده، بس ما لحقتش. ما كانش عندي فكرة ان انت ممكن فعلا تمشي بالسرعة دي. شروق اللهم لا اعتراض، بس شروق انت يعني مش عايزة اقولك انت خليتي بيا، انت مشيتي شروق، انت مشيتي واحنا كنا المفروض بنروح في كل حتة سوا، مشيتي. انا مش هقولك غير ان انت مشيتي وانت عارفة انت ايه، انت بالذات انا مش هقولك غير ان انت مشيتي وانت عارفة انت ايه. اسماء يا بسكوت انا مش عارفه اقول لك ايه، بس يعني احنا هنحاول ان احنا نجيب حقك والله العظيم. وفعلا انتوا فعلا فعلا في مكانه حلوه جدا، بس حرام والله يعني ان احنا نسيبه بعد ما عمل فيكوا كده وشفناكوا بالمناظر دي في المشرحه. حرام ان هو يطلع كده يدفع الفلوس دي ويطلع، ولا يروح المستشفى ويطلع، حرام. احنا بنعمل كل ده مش عشان انتوا محتاجين، واحنا عارفين ان انتوا زي الفل وكويسين، بس عشان ما حدش تاني يحصل له اللي حصل لكم ده، عشان حرام. روضة وحشتيني قوي، احنا بقالنا 7 سنين بصحى كل يوم الصبح
احوض عليكي على نص الشارع واشوفك وانت جايه بضحكتك وجبتك الواسعه قوي وجبتك واسعه قوي وعماله تطير وترفرف وبيبقى فيها ورد. انا كل يوم انا لحد دلوقتي بصحى بستنى كده، انا بقف على رأس الشارع استنى كده، انا بنزل من بيتنا عشان انتي نازله وان انا هلاقيكي وانتي بتضحكي في وشي وضحكتك العسل دي وجبتك بتطير جنبك ويلا يلا هيب. انا كنت بمشي معاكي روحنا وجينا الشارع كله، روحنا على طول الصبح واحنا رايحين الكليه وبالليل واحنا راجعين من الكورسات حكينا كل حاجه. بس انا اسفه ان انا ما خدتش بالي ان انتي حلوه قوي كده في حياتك. روضة انتي مش بس محترمة وبتحفظي قرآن، واحنا لما بنسأل في حاجة في الدين انتي بس بتبقي الاساس بتاعنا وكل حاجة، بس انتي كنت حلوة بزيادة، انتي كنت فعلا انا ما خدتش بالي ان انتي بتوصل لنا. اعملوا لاخركم كأنكم هتموتوا اللحظة دي واعملوا دنيتكم على طول. والله العظيم لو في حاجة كويسة في حياتنا تبقى منها. شروق بنتي انا كنت بقول لها على طول انها بنتي مش صاحبتي. انا قبلها باسبوع كاتبة ان انا ام العروسة، انا عارفة ان العروسة بتاعتي في مكان احسن وانها مبسوطة ومرتاحة وفرعانة، بس انا ما شفتش عند في حياتي جدع زيها. احنا كنا تقريبا عايشين سوا، احنا داخلين المدرسة والحضانة واحنا سوا، احنا كل يوم سوا، انا بقرا كلامنا، احنا هناكل ايه دلوقتي؟ طب يلا ننام، طب يلا نذاكر. انت كنت بتزعقيلي لما ما ذاكرش، انا واخداها في حضني قبلها بشويه وهي بتفكر. اشرق جت لي وكانت في حضني بنتي، والله العظيم بنتي اسماء، اسماء ملاك، والله اسماء كانت ملاك في رقتها وطيبتها. لو حد متضايق بتبعت له من غير ما يتكلم، هي كانت بتحس بينا، كانت محترمه وعسوله، كانت دايما عايزه خدنا ان احنا نعمل حاجة احسن ونبقى مبسوطين. انا عارفة ان هو لو اي حاجة حصلت فيه اعدامه مش هيرجعهم لنا لحظة، بس ان هو يبقى عبرة لأي حد تاني وان هو يحافظ على روح اي حد تاني وان حد قلبه ما يكويش كده، يمكن يكون ده السبب. روضة كان عيد ميلادها كان يوم 1/9، كنا متكلمين وقعدة يتكلم كتير وقعدت أقول لها يا روضة يا رب نفضل أصحاب على طول وعمرنا ما يتفرق أبدا، قعدت تقول لي أمين وكده. كانت متفقة معايا إن احنا هننزل للطوارئ، مرضناش هي مرضتش تغير المجموعة عشان نبقى سوا ونبقى في نفس الروتيشن ونبقى النبطشيات سوا عشان ما بقاش لوحدي، عشان مش بعرف كنتش بعرف أعمل حاجة هي كانت بتعلمني. روضة أنا بحبها قوي، كنت لسه كنت على طول بسطات مع الفيس وكده احس انها على طول لازم ادخل اقول لها انا بحبك قوي يا روضة، انا بجد بحبك، كنت بحس كده بجد لسه من كام يوم كنت حاسة كده وبقول هدخل اكتب لها، تقول لها لسه بكتب لها على طول. كنت بقول هي اكتر حد نفسي افرح بيه، كانت هي عاملة لي كل حاجة في فرحي وفي خطوبتي وفي كل حاجة ليا، هي كانت معايا وكانت هي اللي عاملة لي حاجات كتير حلوة قوي لسه عندي ومش هعرف مش هعرف اعديها كده. كنت بسالهم هي طب دي نعمل لها ايه يعني. كانت متفقه معايا ان احنا هننزل للطوارئ، مرضناش هي مرضتش تغير المجموعه عشان نبقى سوا ونبقى في نفس الروتيشن ونبقى النبطشيات سوا عشان ما بقاش لوحدي، عشان مش بعرف كنتش بعرف اعمل حاجه هي كانت بتعلمني. روضة انا بحبها قوي، كنت لسه كنت على طول بسطات مع الفيس وكده احس انها على طول لازم ادخل اقول لها انا بحبك قوي يا روضة، انا بجد بحبك، كنت بحس كده بجد لسه من كام يوم كنت حاسه كده وبقول هدخل اكتب لها، تقول لها لسه بكتب لها على طول. كنت بقول هي اكتر حد نفسي افرح بيه، كانت هي عامله لي كل حاجه في فرحي وفي خطوبتي وفي كل حاجه ليا، هي كانت معايا وكانت هي اللي عامله لي حاجات كتير حلوه قوي لسه عندي ومش هعرف مش هعرف اعديها كده. كنت بسالهم هي طب دي نعمل لها ايه. مش عارفة اعمل ايه عشان فعلا الناس تحس ان الخسارة كانت كبيرة وان انا اعمل كده. متعمد انه ينزل من البيت يقتل روضة اسمه وشه كده، بس تقولي تمام لما بيغلط
لازم ياخد عقابه، لأن أربع أرواح، طبيبة وعلى وش جواز، فأنتي جيت تلاقيها موجودة جوه هنا متكفنة ومدفونة في التراب. مش عارف، أكيد كفالة 50 جنيه، أو أكيد إن اللي عمل كده يحس إنه ما عملش حاجة. عارفة انتي اخرتنا كلنا، وعارفة انه ممكن انا يبقى عمري بعد 5 دقايق، عارفة انه ممكن افقد اعز الناس ليا، ولكن السبب مهم اوي. قضاء وقدر؟ لا، ده مش قضاء وقدر، ده اهمال واستهتار وعدم وجود قانون. والله اعلم مخدرات. فكرة ان الولد متحللوش مخدرات عشان اجهزة بايظة، فكرة انه ما دخلش اسم وموجود في مستشفى طول الوقت ده وهو طالع سليم، حرام التلات بنات دول يروحوا كده. ولو البلد ابتدينا نتعامل مع الناس ان ليها تمن في المستشفيات، في العلاج، في الحوادث، في حقوق الناس، حاجات كتير قوي هتتغير. لو المواطن المصري حس ان حقه بيرجع، حاجات كتير قوي هتتغير. لو المواطن المصري حس ان ليه تمن، حاجات كتير قوي 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 هتتغير. نقول تحيا مصر ازاي واحنا ما بنحترمش شعبها؟ نقول تحيا مصر ازاي واحنا ما بنحترمش أدمية شعب مصر وحق شعب مصر؟ انا ما ينفعش ابقى واقفة هنا وبكذب، لان الوقفة هنا صعبة جدا جدا جدا. انا عارفة، اكتر واحدة عارفة اني ممكن وانا راجعة دلوقتي ابقى جنبها هنا. مش عارفة اقول ايه اكتر من كده، او اوصل صورة لايه، ان لازم الناس تبتدي تاخد حقها، وان القوانين لو عقيمة او ضعيفة لازم تتغير. لو ارواح الناس فضلت رخيصة كده كل حاجة تانية هتبقى رخيصة. لو ارواح الناس فضلت رخيصة كل حاجة تانية هتبقى رخيصة، ومنها كرامتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخر روضه. انا بس كل اللي عايز اقوله، هقول حاجتين اتنين، رسالتين. رساله الروضه بنتي، لان فعلا كانت بنتي، يعني قلبي، مش حته من قلبي، لا كلها قلبي. اقول لها يا روضه الله يرحمك ويغفر لك ويسامحك. لحد النهارده انا بتعلم منك. انا قدك في السن مرتين، 44 سنه، بس كل كلامك، كل تصرفاتك، حبك لاصحابك، حبك لاي حد تعرفيه او ما تعرفهوش، لحد النهارده انا بتعلم مني. حبك لاولادي، بتبقى واخده عيالي، بتسرح لكل عيله فيهم اكنها اختها، حته منها. حب روضه لاي حد معلم في قلبي ومأثر معايا جامد. والله يا روضه انا استودعتك ربنا، وان شاء الله انت في مكان احسن من اللي احنا فيه. وانت فعلا يا بنتي ما كنتيش تستاهلي تبقي على وش الارض، لان الحياه اللي احنا فيها فيها ظلم، فيها حقوق بتضيع، فيها كذب، وفيها فيها كل حاجه وحشه. واحنا في دار الباطل، وكل يوم بنلاقي جديد، بنكتشف حاجات جديده.
بنكتشف ان في شخص كان معاها في العربيه، لا كانوا في ثلاثه، كان في واحد في الحربيه، لا كان في واحد في الشرطه. طب وبعدين ما طلعنيش في ضابط يعني وحد من الحربيه في العربيه؟ انا سمعت اللي جنب منه، انا كنت قال انا في الحربيه وراح على المستشفى وطلع، وبابا خده ومشي بسرعه في الحربيه، والتاني يقول ضابط شرطه كان ورا، وواحد يقول لك اهو العريس. طب كل دول فين؟ النيابه فين؟ القضاء ما كانوش سايقين العربيه؟ ما حضرتك لا ده مع رخصه ولا ده مع رخصه. اللي كان جنب القاتل اللي كان هو اللي مأجر العربيه، وحضرتك لا ده مع رخصه ولا ده مع رخصه. ده يروح فين؟ مين اللي يساله؟ فين المسؤولين؟ وحضرتك الحادثه تحصل في مكان في مدخل بلد. لا قصدك ايه، الناس اللي في العربيه كانوا ذو سلطه يعني؟ طبعا ده اكيد، بدليل ان الشخص اللي قتل لحد النهارده في المستشفى بيعمل ايه في المستشفى وهو نازل سليم بشهاده الشهود كلهم ان هو سليم نازل على رجله. يعني اللي انا اعرفه ان انا لما بخش المستشفى وانا رجلي مكسوره بجبس واطلع اروح بيتي، ده بيعمل ايه في المستشفى؟ انا ممكن يكون كلامي كده، لا بس يتحقق منه يعني مدير الجامعه يكشف يشوف التقرير اللي معمول له ايه. سليم يطلع ينفذ 15 يوم حبس في السجن، لكن لو متكسر يخليه في المستشفى. انا ما طلبتش حاجه ثانيه، وزير الصحه بس اعرف حق عيالي هيجي عن طريق. عايز تعرف الحكايه ماشيه قانوني ولا ماشيه طبيخ؟ يا فندم انا عايز اقول حقوق عيالنا احنا مش هنسيبهم، هم اي نعم ربنا اللي هيجيب لهم حقهم وهم في مكان احسن، بس واجب على اي حد فينا صغير او كبير مسؤول او غير مسؤول ان هو يتحرك يحط نفسه مكان. نصيحتي ليك يعني اللي انا مجرباه وبينفع قوي، حسبي الله ونعم الوكيل. لا وإنا إليه راجعون واحنا محتسبينها، بس احنا بنعمل اللي علينا. بس صدقني دي اقوى من اي حاجه تانية يعني. نعم بالله ونعم بالله واحنا محتسبين، مش تواكل والله. بس هو برضو ربنا قال ناخد بالاسباب حضرتك، يعني ناخد ما نفع، بس برضو ربنا اللي هيرجعها. على الاقل لو 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 مش كده نقدر ان احنا نساهم في تغيير قانون او تشريع. هذا بقى لازم نعمل ثواب ان هي ساهمت في حاجه زي كده، يعني على الاقل يتخذ اجراءات رادعه، لان واحد زي ده مستهتر ومستهتر بأرواح البني آدمين وطالع بسرعة رهيبة عشان يموت الناس، وقصد يموت الناس يكون ليه عند إجراء أوقفه عند حد هو وغيره. يعني النهاردة سمعنا فيه في الطريق برضه كام عربية اتقلبت طريق مصر اسكندرية الصحراوي، لحد إمتى الأرواح هتبقى رخيصة؟ احنا كنا هناك، كنا هناك وصورنا بقاء لله. الكلام اكيد بتاع ان بيبقى ضابط شرطه موجود، لا طالب في الحربيه موجود، لا مين بابا مدير مباحث، مين بابا مش عارفه ايه. انتوا عارفين ده بيحصل في العادي، وعارفين ان احنا ما زلنا في عصر الوسائط، وما زلنا في عصر المقامات. وزي ما بقول مفيش اكبر ولا اعلى من حسبي الله ونعم الوكيل. ولما تيجي من القلب حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد مش هيتحرك بسرعه جدا ان هو يعمل فعلا تنظيم للمرور وفعلا لمعاقبه الجناه في اي حته. داخليه منعانا ان احنا نصور المتهمين، يعني انا ما اقدرش دلوقتي اروح اكلم الولد اشوفه عيان ولا ما اشوفوش عيان، اتكلم معاه ولا ما اتكلمش، مفيش شفافيه في الموضوع ده. انا بصوت عالي جدا 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 وبقلب ام بقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا عاوز حقهم، مفيش حاجه هتشفي اللي جوايا، مش عاوزه حد يدوق اللي انا دقته، مش عاوزه حد يشوف النار اللي انا فيها، عاوزه ولادي يطلعوا وانا مطمئنه عليهم. ابني على ما بيروح ويجي انا بموت على ما اشوفه واقف قدامي على رجليه. عاوزه ابني يطلع وبناتي كلهم وولادي كلهم يطلعوا ويرجعوا بيتهم واهليهم مطمنه. عاوزاهم يمشوا في الشارع مش خايفين من عربيه، واحد سكران واحد بيشرب مخدرات يجي
يشوط ده ويدوس في ده ويفزع ده. هو مش قتلهم بس، هو فزعهم ورعبهم وبعدين قتلهم. شوف بقى، فزعهم انا عاوز حقه، رعبهم انا عاوز حقه، قتلهم انا عاوز حقه، انا عاوز حقهم تلات مرات، فزع ورعب وقتل. مين المسؤول اللي طلع واتكلم؟ في النواب، مركز بركة السبع ومركز تلا، فين محافظة المنوفية؟ فين نوابنا؟ فين مجلس التشريعي؟ في مجلس الشعب؟ فين؟ فين رئيس مجلس الشعب؟ ايه يعني؟ قالوا ايه؟ شوية دكاترة بيتكلموا على الفيس، ياخدوا لهم يومين، ياخدوا لهم 10، ياخدوا لهم شهر وبعدين هيسكتوا. مفيش مشكلة. مين اللي طلع؟ يعني مجلس الشعب بالتليفون قال لابني البقاء لله، هاجيلك. ما سألش. جسدات. فين بقى بتاع بركة السبع؟ تلغراف البقاء لله، كلم خطيبها وقال له هاجيلك وهنعمل، ولا سأل عنهم، ولا سأل عنهم، ولا سأل. ايه يعني؟ ايه يعني 10 جنيه 20 جنيه ثمن تلغراف اتبعت لأهالي الشهداء؟ ايه المشكلة؟ يومين وهيسكتوا، مفيش مشكلة. أنا حضرت الجلسة، شفت واقف حيوان واقف في قفص. أنا معرفش، أنا يعني أنا كنت ممكن أقول إن أنا لما أشوفه هيحصل لي إيه. أنا اتخرست، أنا اتخرست. هي بتدعي لي عند ربنا، بتقول لي ربنا يصبرك يا ماما، بتدعي لي عند ربنا عشان ما أعملش أي حاجة وحشة تأذيها عنده. والله بتدعي لي، وهي عنده بتدعي لي، بتقول لي ربنا يصبرك يا ماما. أقول لها ادعي لي ألحق بكي عشان أنا مش قادرة، مش قادرة أشوف كل ما كان في البيت من غير ضحكتها ومن غير مشيتها من غير هزارة. أنا كده زي ما ربنا قال في القرآن الكريم بالظبط، كلام الصدق كلام الحق، وأصبح فؤادي أم موسى فارغا. أنا بالظبط، أنا فؤادي فارغا بالظبط. تخيل بقى، هو في القفص بيضحك مع واحد قاعد جنبه على الديسك اللي جنب بيضحك. والله العظيم شفته بيضحك، شفت ابوه ماسك كيسين اكل وازازه حاجه ساقعه وبيجري عشان يوديها لابنه. ابنه بقى اللي بيتنفس اهو وعايش على وش الدنيا بيجري عشان يدور له على الاكل، يعني هو صعبان على ابنه. طب والثلاثة دول صعبوا على مين غير اهلهم واصحابهم؟ بس اهل بلدهم، كل عروسة اندفنت في بلدها اهلها حزن عليه، اصحابهم كل يوم عندي بالتليفون يا متواجدين ما عندي، قهرتهم وحزنهم على ثلاثة. مين اللي حزن عليهم؟ مستوى العالم كله بيتكلم، فين بقى المسؤولين؟ ما شفتش ولا واحد، ولا واحد، ولا واحد انهز واتحرك. ايه يعني ثلاث طبيبات؟ ما كل يوم ناس بتموت، وكل يوم اطباء بتموت، كل يوم عرايس بتموت. بس دول ليه الحاجات الحلوة اللي عشان هم اكيد هم حلوين قوي، فعلا هم عرايس في الجنة، اكيد هم نضاف قوي، طهرين، انقياء، حافظين كلام ربنا. لكن ايه المشكلة؟ ايه يعني كل يوم هيموت؟ يعني هم اول ثلاثة يموتوا كل يوم حوادث على الطريق، مفيش مشكلة، محدش بينهز. طب ليه الثلاثة دول اتهزت لهم الدنيا بحالها، العالم كله انهز عشان خاطرهم؟ ليه اصحابهم حزانة قوي عشانهم كده؟ الواحد يحزن يوم اتنين تلاتة اسبوع، ده دول على طول ما بيبطلوش لا مجي عندي ولا كلام في التليفون. هقولك يعدم، لو اتعدم مليون مرة لحد يوم الدين مش هيشفيني، مش هيشفيني. لو اتعدم، لو جبتهولي كده وقطعت لحمه بسناني لحد يوم الدين الروح ترجع له ويتعذب، والله العظيم ما هيكفيني. انا جوايا ربنا اعلم بيه، ولو اتكلمت والله ما في اي حاجه تعبر عن اللي جوايا. شهر ثلاثة واثنين اللي جايين دول، الاثنين او ثلاثة زفافها فرحه لوحده. كل اب وام بيفرح ايه يوم ما يودي بنته لعريسها في بيته، دي فرحه عمرها. انا كانت فرحه عمري شهر ثلاثة، تخرجها حفلة التخرج في شهر ثلاثة، هتتعين في الجامعة، هتبقى معيدة في الكلية في شهر ثلاثة. ثلاث فرحات، كل فرحة لوحدها هي فرحة عمر. تخيل بقى ثلاث فرحات أنا اتحرمت منهم.
أكيد ربنا ليه حكمة إني يحرمني من الثلاثة مرة واحدة. أكيد في حكمة أنا مستنياها وأنا عايشة أو لما أروح لها. أكيد ربنا في ليه حكمة. وهي بتدعي لي والله والله هي بتدعي لي عند ربنا كده والله بتدعي لي عند ربنا. أنا ما عملت أي حاجة تغضبه عشان هي حلوة عاوزة ما تسمعش أي حاجة وحشة. حتى في الجنازة بتاعتها ما فيش صوت. مش عارفة أنا كنت ممكن أقول إيه بس والله ربنا أخرسني عشان هي اللي جميلة مش عشان ربنا صبرني. لا عشان هي اللي حلوة هي اللي جميلة. مش عاوزة تسمع حاجة. عاوزة الملائكة تزفها لقبرها. عاوزة أقول لكل مسؤول كده لو تعالى مكان أخوها كده لما يشيلها كده الشيخ يقول له المحارم بس هم اللي يشيلوها. إخواتها يشيلوها يدخل أخوها يدخلها قبرها ويبقى معاها جوه ويفك الأربطة وهو اللي يحط جبينها كده وجهها على الناحية اليمين ويطلع يقول لي يا ماما أنا مش عاوز أطلع. أقول له ده اعتراض يقول لي لا بس عشان أنا كنت عاوزة ونسها شوية جوه. عاوزة بقى كل واحد كده يتخيل إن دي بنته يتحرك شوية. مفيش حسبي الله ونعم الوكيل. فكل واحد مسؤول يقدر يجيب حقهم وما يجيبهوش. حسبي الله ونعم الوكيل. فكل واحد مسؤول يقدر يتحرك ويجيب حقهم وما يجيبهوش. أنا مش عاوزة حد يدوق النار اللي أنا فيها بس أنا عاوزة كل بناتي كل الأمهات ما تدوقش اللي أنا دقته. يطلعوا كده يبقوا مطمنين. أنا عاوزة ولادي يطلعوا مطمنين يخرجوا ويرجعوا لي بقاش خايفة عليهم ومرعوبة. أبجح ساعة وأبجح وقته ما أقولكش ساعة ما سمعنا خبر تلات عرايس بنات. الله يصبر أهلهم يا رب. الله يصبر أهلهم ويصبر كل من كان شاف الفجعة دي فيهم. أنا ما عنديش إلا أقول حزبي الله ونعم الوكيل. مش كل كبير يدوس على الصغير. مش كل إنسان يدوس على شباب زي الورد. دكاترة دكاترة زي الورد قعدوا 8 سنين يكافحوا 8 سنين شافوا الويل 8 سنين شافوا العذاب. كل بنت كانت بتيجي تقعد جنبي وتقول لي يا حاجة هيام أعمل إيه. أقول لها قول يا رب قول يا رب. ورغين ويد غايد دلوقتي بقول لهم قول يا رب. ليه ليه يا ابني ليه العالي يأكل الواطي ليه كل معاه قرشين يدوس على الفقير. نفس الحكاية حصلت لابني عشان جندوتش كبدة موتوه برضو داس عليه بالجزم. والآخر والأول الباقية في حياتك خلاص هي الدنيا خلاص اتقل خيرها. القيامة حتقوم. حزبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وكل اللي مش هياخد حقهم برضو حزبي الله ونعم الوكيل فيه. كل اللي هيقف ضدهم حزبي الله ونعم الوكيل فيه. انا لا حلت ملك ولا حلت حاجه. انا بقول اللي هيخلصني من ربنا دول الثلاث دكاتره دول الثلاث عرايس. منهم عروسه كانت هتخش قبلها بيومين وعزماني على فرحها. ليه عملوا ايه عملوا ايه عملوا ايه لما يدعوا هدر كده. الله يصبر كل واحده في اهلهم. الله يصبر أمهاتهم. الله يصبر أبهاتهم. وكل بقى عند ربنا نقول يا رب حسبي الله ونعم الوكيل يا رب. أنا ما عنديش حاجة غير أن أقول الله يرحمهم ويجعل متواهم الجنة ويجعل كل خطوة خطوها كل نومة ناموها تجعل لهم في الجنة يا قادر يا كريم يا رب. والكبير عليه ربنا الكبير عليه ربنا. ما فيش أكبر حد من ربنا. ما فيش مخلوق خلقه ربنا أكبر منك يا رب. مفيش حد أكبر منك يا رب. مفيش حد أكبر منك يا رب. هي الوقفة كلها معمولة احنا عارفين ان الحمد لله ربنا كرمهم وهم في رحمته وفي جنته بإذن الله. احنا عاملينها عشان مفيش حد تاني يحصل له كده عشان مفيش حد تاني يجرى له كده. ان اي ام او اي اب يبقى مطمن على اولاده وهما نازلين
ما هيحصل لهمش حاجة، إن مش أي حد يبقى شارب أي حاجة وسايق عربية على أي سرعة فرحان بيها وعمال يلف بيها يخبط أي حد وهو مطمن وعارف يقول آخرها إيه، آخرها إيه، آخرها محامي ما عرفش هيطلعني بكام، آخرها كام سنة حتى لو اتسجنت، أقصى كام سنة إيه. ده موت، ده مش قتل خطأ، ده إن أنا ماشية في الطريق بسرعة عادية واحد جه قدامي بيعدي الطريق وأنا معرفتش أتفاداه، ده أنا لما أكون ماشية بسرعتي الطبيعية في الطريق ده وحد عدى قدامي، لكن أنا ماشية بسرعة جنونية وبلف وبخمس وبعمل أطلع لهم على الرصيف وأطيرهم بعد. يعني ده هو قتل عمد، ممكن ما يكونش قصده التلاتة دول بالذات، بس هو ماشي شارب حاجة بعربية وبيسوق وبيلف خلاص، هو كده كده هياخد اي حد في وشه، ومعروف ان في سرعه معينه العربيه اي حد لو بيسوق ايه مش عارف يتحكم فيه، هو عارف كده، الناس كلها عارفه كده، فهو بقى بيضحك بقى وبيهزر وفي القفص وكده عشان مفيش قانون عارف اخر القانون ايه، فالقانون لازم يتغير. بس حسبي الله ونعم الوكيل، ومن قتل يقتل ولو بعد حين. اخواتنا اللي ماتوا هم ما لهمش اي ذنب في اي حاجه، وبعد ما يموتوا هم الثلاثه الموته دي واحنا كلنا ما احناش عارفين هم عملوا ايه عشان يموتوا كده، كانوا احسن ثلاثه بس يجي واحد يشيلهم كده كلهم وبقى اخره 3 سنين، يعني ايه يعني كل واحده بسنه، ده مش يعني مش ممكن اصلا يكون في حاجه كده. انت لو بتقول قتل خطا يبقى يعني هو كويس ومعاه رخصه بس حاجة حصلت في العربية غصب عنه ده اللي يخلي، إنما العربية لا بتاعته ولا معاه رخصة ولا هو بيعرف يسوق وشارب مخدرات وماشي على 180 مبقاش خطأ، يعني ما يبقاش قتل خطأ، ويموت تلاتة ويخبط الرابع يجيب له صبعها مستديمة، طب ليه حرام يعني؟ حرام ده أصلا المفروض من غير لا محاكمة ومن غير أي حاجة ومن المفروض يتقتل، يعني مش كده، مش ممكن. وحتى هو لو مات أصلا هل ده هيجيب لنا اصحابنا اللي ماتوا ولا هيبرد قلب طنط العرض؟ لا يمكن، يعني لا يمكن، ابسط عقاب انه لازم اعدام، لازم اعدام، مش ممكن. لا لا لمين لاصحابي؟ يوم نزلنا منهم عشان هم مش سابوني، يعني مش ممكن، يعني احنا مش عارفين اصلا نعيش من بعد ما مش ده دول، يعني احنا كنا 13 واحدة معروفين ان احنا بنصحى مع بعض وبننام مع بعض وبنشرب مع بعض وبناكل مع بعض، ماشيين في الكلية بقالنا 7 سنين مع بعض رايحين جايين مع بعض، تيجي تقول لي ان هم في ثانية مرة خرجوا من غيرنا يموتوا؟ مش فاهمك.